السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا مرة أخرى في قناة وصفات لذيذة للمبتدئات. اليوم بحول الله غادي نحضروا وصفة الفقاس. بقوا معنا باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجوا 6 البيضات، واحد الكمية ديال الزرارة، عندي هنايا النافع، حبة حلاوة، جنجلان وزريعة الكتان. غنحتاجو كذلك، واللي كيميز هاد الفقاس أننا غنستعملو فيه زريعة نوار الشمس، الشوفان، زلافة. زلافة كما كتشوفو ديال اللوز اللي قطعناه طرف صغار. غادي نحتاجو كذلك كاس ديال الزيت، زيت المائدة، ونص كاس ديال زيت الزيتون. نحتاجو جوج خمارات، إضافة إلى قبصة ديال الملح. وبالنسبة للدقيق نستعمل دقيق القمح، ممكن تستعملوا أي دقيق بغيتوه، العادي أو الشعير. وبالنسبة للحلاوة أنا غنحلي بالعسل، إذا ممكن تستعملوا العسل ممكن تستعملوا السكر حسب الاختيار وحسب الذوق. اول شيء غادي نهرسوا البيض ونضيف لهم العسل او سنيده، انا استعملت 2 معالق ديال العسل. قبصه ديال الملح، غادي نخلطوا هذه المكونات. من بعد نضيفو زيت المائدة، ونصف كاس ديال زيت الزيتون، كما كتشوفوا في الفيديو مكونات جد صحية، زرارة، نافع، حبة حلاوة، زريعة الكتان والجنجلان. نضيف لهم المكون ديال الزريعة او زريعة نوار الشمس، كنعرفوا بالفوائد الصحية ديالها. نضيف كذلك اللوز، بالنسبة لهذه الاضافات هادو ممكن ديروا اي حاجة كتعجبكم، ممكن تضيفوا الزبيب، ممكن تضيفوا الكركاع، اي حاجة كتعجبكم. دابا غادي نضيفو دقيق الشوفان من بعد ما طحناه، غادي نخلطوه مع بقية المكونات. غادي نضيفو الزا، خميرة كيماوية، استعملت هنايا 2 ساشيات. وفي الاخير كنبقاو كنزيدو الدقيق، نستعمل دقيق القمح بالتدريج حتى كنحصلو على العجينه اللي بغينا. إذن هذا هو القوام النهائي ديال العجينة ديالنا كما كتشوفوا في الفيديو. الخطوات اللي بقات دابا، غادي نشكلوا العجينة على شكل قضبان كما كتشوفوا في الفيديو، ندخلوهم الفران يطيبوا نص طياب، ومن بعد نخليوهم يبردوا ونقطعوهم شي موس يكون حاد، طبعا من بعد ما دهناهم، ونعاودو نطيبوهم المره الثانيه، وكيكونوا عندنا القيقصه ديالنا جاهزين.
الى عجبكم الفيديو ديال اليوم لا تنساوش تدعموني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. خليكم مع الفيديو وشهية طيبة.